الهدف منها ان نحكي للعالم انه انتم بتحكوا انه والله المنتج الاسرائيلي المنتج الوطني هو البديل. لا، احنا بنحكي لكم احنا الاصل والمنتج الاسرائيلي هو البديل، واحنا منتجاتنا كثير رائعه بس وتعطوها فرصه للتطور، لانه من غير ما انتم تعطوا فرصه كيف بدها تتطور. فكانت هاي هي كل الفكره، ان نعزز الفكره بقالباتنا، اهم شيء انه هم الجيل الواعد، هم اللي بدهم يطلعوا بدهم يقرروا بسير هاي البلد. فكانت الفكره انه يحطوا ببالهم انه احنا مقاطعه البضائع الاسرائيليه هي اهم شيء احنا ممكن نضغط فيه، لانه هذا هو اللي احنا بنقدر عليه. فليش ما احنا نعمل زي كاندي، لانه الصراحه هي طريقه وصلوا فيها الهنود، فاحنا اولى ان نتعامل معها. انا الطالبه تمارا زهران من لجنه حراس البيدر مقاطعه البضائع الاسرائيليه، بعمل منتجات نسويه يعني يدويه هاند ميد، وبيكون البيع عن طريق اونلاين او بمعارض. فعاليه بنوظف طاقات الشبابيه بشيء يفيد ويكون نشيط بتحرير فلسطين. لهيك نحن حبينا ننمي انتمائنا الوطني ونبين للناس انه نحن مش شباب بس على وسائل الاتصال التواصل الاجتماعي، لا، نحن عم نوظف طاقاتنا باشياء تفيد بلدنا وتفيد مجتمعنا. لهيك انا بحكي لكل العالم انه لازم نحن يكون لنا دور فعال بالمجتمع وبصمة لنا بالمجتمع، لهيك بشجعهم يوظفوا طاقتهم بشيء يفيدهم وشيء يفيد بلدهم. نظمنا فعالية لحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، عنا عرض للمنتجات الفلسطينية كيف إنه زادك من خير بلادك، عشان كمان نوعي كل المجتمع مش بس ضمن المدرسة بأهمية مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وهذا إنه شراء هاي البضائع شو بيؤدي بإشي سيء على المجتمع الفلسطيني مع كل هالحروب وهذا الإشي اللي بيصير معنا. احنا منتجنا جودة عالية جدا، بعبوة ممتازة، في بلاستيك ممتاز، مفلتر بطريقة ممتازة جدا، من تنزيل أملاح، من سحب كيلز، من سحب الكلور اللي فيه البكتيريا، معالج بالأوزون اللي هي بتحفظ من البكتيريا والتعفن. طبعا أنا بدي أنافس المنتج الإسرائيلي، ضخيت ما شاء الله منتجنا في السوق، نزل، احنا الزباين، احنا الزبون بهمنا برضو جدا، مبسوط في منتجنا الكرمل، وان شاء الله نوصل لاكثر من هيك، ننافس اكثر من هيك. اليوم حبينا نشارك مدرسة بنات علار، وبنشارك كل المؤسسة طبعا بحملات المقاطعة المنتجات الصهيونية. تواجدنا اليوم بمدرسة بنات علار للتوضيح للطلاب والطالبات وكل اللي كانوا موجودين هون عن أهمية المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، والحمد لله طبعا الشركة الإسلامية متواجدة باستمرار بهيك حملات بهيك عروض بأي شيء.